سنابل القمح، انا قاصد اكون موجود واقف في المكان ده لسبب، مش عشان القمح ده، لا عشان الارض الرمليه اللي ورايا. ده او القمح او الخير او رغيف العيش اتزرع هنا في الارض الصفراء، الارض اللي فيها نسبه ملوحه مرتفعه، ورايا في ارض رمليه دي اتزرع فيها قمح على نسبه ملوحه 1800 جزء في المليون في ارض صحراويه، والمكان ده كان بقاله 15 سنه مفيش زراعه فيه ولا انتاج. الاول انا لازم اشكرك، الموضوع مش زراعه بس، انت راجل هو ده الامن القومي الغذائي، الفلاح المصري. ما حسيتش ان انت كده بتجازف لما تيجي تزرع قمح هنا؟ لا طبعا، انا يعني اجهد وربنا معاك. انت ما راح تزرع، وبرضه احنا كنا سايبين الارض بايره من 15 سنه، لما برضه لقينا العلم اتقدم، ولقينا برضه موضوع ان الملوحه بتتفتت وبيركب فنتر وركبنا الفنتر. لما جيت تزرع قمح قالوا لك ايه اللي انت جاي تعمله ده؟ هو القمح ينفع هنا؟ الناس الاهالي اللي في المنطقه ده، اول ما جيت نزرع بطاطس وفاصوليا كانوا بيقولوا مش هينفع، انما القمح البطاطس ده انا كان عندي بطاطس هنا بسم الله ما شاء الله مديها نتيجه عاليه خالص. بطاطس ادت كمان نتيجه. القمح ده اخباره ايه كده؟ انت زارع هنا وزارع في البحيره في الارض القديمه. الفرق ما بينه وما بين التانيه؟ والله ما في فرق، انا بنقول دي كمان احلى من اللي هناك. ده احلى. اي أيوة والله، انا شايف بسم الله ما شاء الله معدل يعني النمو حلو. السنابل جميله. يعني ده ان شاء الله تفريع السنابل حلو. فانت استخدمت اي اضافات؟ يعني في حاجه بترشها هنا؟ لا والله ما رشيت له حاجه. سخن 95 ده ما برتشلوش حاجه، كان القمح بيجيله صاده ده ما بيجيلوش ما شاء الله النوع دي. ما رشناش حاجه، ولحد النهارده الفدان معايا واخد شكارتين اتنين كيما وبس. شكارتين؟ بس انا بقى ايام ادي سابله يعني قبل الزراعه. يعني هنا قال لي شكارتين بس، لان في الاراضي القديمه ناس كتير قوي بتكلمني مش هتزودوا 3 شكاير، ما تخلوا الحكومه تدينا شويه سماد. لا هنا اهو بشكارتين ونسبه الملوحه 1800 جزء في المليون، وكمان ارض رمليه صفراء صحراويه، ولكن معدل النمو السنابل التفريع ان شاء الله يكون الفدان هنا هيجيب معايا انتاجيه انا اتوقع مرتفعه باذن الله. ان شاء الله. البطاطس كانت ناجحه هنا. جدا. مع ان البطاطس ما بتستحملش. لا كانت حلوه جدا بعد ما ركبنا الفنطة. انا بقى ليه عندك طرق؟ انت قلت لي دول 70 فدان بقالهم 15 سنه متسابين، دلوقتي زرعت منهم 30، الزياره الجايه ان شاء الله نزرعهم كلهم باذن الله. ما خلاص بقى، ما انت شفت قدامك لازم تزرع باذن الله. باذن الله ربنا يوفقك واشكر حضرتك.